السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم. فيديو اليوم إن شاء الله راح نساوي حلو بثلاث أشكال بمكون واحد. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية راح نساوي قشطة بالفواكه. أما عن المكونات فنحتاج إلى لتر من الحليب، نحتاج إلى الفواكه من الموز والكيوي والفريز. أي فواكه موجود عندك ممكن تضيفيها. في البداية في طبق عميق راح أضيف لتر من الحليب. لتر يساوي 4 أكواب من الحليب أو اللبن. راح أضيف 3 ملاعق من النشا و3 ملاعق من السكر. ممكن تقللي أو تكثري من السكر حسب الرغبة. أي نوع فواكه موجود عندك ممكن تضيفي لهذه الوصفة. في البداية راح أبدأ بتحضير القشطة المنزلية. 3 أكواب من الحليب مع 3 ملاعق طعام من النشا و3 ملاعق طعام من السكر. راح أخفق المكونات على البارد حتى يذوب عندي السكر والنشا. راح أرفع الطنجرة على النار، تكون النار متوسطة، وأستمر بالتحريك حتى يدخل عندي الخليط. من يدخل عندي الخليط أو يسمك راح أضيف 50 غرام من الزبدة، وأضيف قليل من ماء الورد أو ماء الزهر أو الفانيلا حسب النكهة اللي تختاروها. وهاي عندي الخليط يدخل معانا. راح أطفي النار و أتركه حتى يبرد قليلا. وهاي قوام القشطة، كل ما بردت كل ما تسخن معانا أكثر. هاي عندي الأكواب الزجاجية، راح أضيف شرائح من الموز والكيوي والفريز. ممكن تضيفي التفاح أو البرتقال أو أي نوع فاكهة موجودة عندك. راح أضيف الفواكه في البداية وأضيف القشطة بهذا الشكل. راح أتركها حتى تبرد تماما وأضيف الفواكه. ممكن تستعملي الزبادي أو أطباق أو طبق كبير لنفس الوصفة، ولكن أنا فضلت أن أحطها بأكواب زجاجية بهذا الشكل. راح أترك الأكواب حتى تبرد تماما. راح أزين الأكواب بقليل من البسكويت، أي نوع بسكويت عندك يكون ناعم أزينه، وأزينها بالشرائح الفواكه وأتركها حتى تبرد وأحطها بالثلاجة. وهاي الوصفة الأولى جاهزة، وصحة وألف عافية. راح أبدأ بتحضير الوصفة الثانية. الوصفة الثانية بنفس القشطة اللي ساويناها بالوصفة الأولى. نحتاج إلى القشطة ونحتاج إلى البسكويت، أي نوع بسكويت عندك تطحنيه. في البداية راح أسكب القشطة بالكوب وأضعها بالأكواب التقديم. أتركها تبرد قليلا وأضيف البسكويت. أي نوع بسكويت عندك ممكن تضيفيه. راح أتركها حتى تبرد وأسكب القشطة مرة ثانية بهذا الشكل. راح أضيف البسكويت الطبقة الأخيرة وأتركها حتى تبرد تماما وأحطها بالثلاجة ونتركها حتى تبرد. وبالعافية عليكم.
حلويات كثير لذيذة، ممكن نتناولها بشهر رمضان المبارك بعد الإفطار. والصحة وألف عافية، وكل عام وأنتم بألف خير. أما الوصفة الثانية عزائي، فنحتاج إلى نفس المكون إلى القشطة. راح أضيف للقشطة، أضيف لها شرائح من الموز والتفاح والفريز والكيوي. راح أضيفها بالطنجرة وأخلطها بالمكسر أو بالخفاق أو أي خلاط موجود عندك. أنا متوفر عندي المكسر. راح أخفق القشطة مع الفواكه. هاي الوصفة كثير لذيذة ومفيدة، وخاصة للصغار والكبار. حالة بسيط وسهل، ومكونات كثير بسيطة موجودة بكل بيت. ممكن تساوي أي نوع فواكه موجود عندك. راح أستمر بالخفق حتى أحصل على خليط ثخين، وهذا القوام. راح أسكبه بأطباق صغيرة أو بأكواب التقديم. ممكن تسكبي بزبادي أو بطبق كبير حسب الرغبة. في البداية راح أحط البسكويت الناعم. راح أضيف القشطة بالفواكه، وأضيف شرائح من الموز بهذا الشكل. التقديم يبقى ذوق شخصي وحسب الرغبة. وهاي عندي الزبادي الصغيرة، راح أساويها بعدة أشكال. أساويها بالبسكويت وأساويها سادة حسب الرغبة. وصفة كثير لذيذة، أتمنى تجربوها، وخاصة في شهر رمضان المبارك. أشكركم كثير أعزائي على حسن المتابعة والمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو. إذا تشوفوا القناة لأول مرة أتمنى تشتركوا فيها وتنورونا. والصحة وألف عافية، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.